ترى زرحت معي بكل سفرياتي بعد ما بدي هيك تروح سنة دراسية كاملة هون. أنا هون عم روح كل حياتي من دونك، بس أنت اللي مش حاسة فيي. هويدا تركيني. على فكرة صباح عملت لي توكيل عشان اشتري لها أرض ببيروت تعمر عليها بنية جديدة. هذا مصرة صباح على الموضوع؟ هي غلطانة يعني لأنه بدها تعمر بناية تورطها لأولادها وتجمع فيها كل العيلة؟ هي مش غلطانة، بس من كل عقلها رح تلاقي أرض. بتتذكر الأرض يلي كانت حاطة عين عليها بالحزمية من شي 5 أشهر تقريباً؟ حبيبتي إيه، بس أكيد انباعت. هي انباعت، بس صاحبتها عرضتها للبيع لأنه إجتها صفرة طويلة، وهيك قلبي حاسسني إنه هيدي الأرض من نصيبها لصباح. يعني اسألي عن سعرها لكان وشوفي قديش. سلامة فهمك، ولو أنا بدي أسأل عن سعرها، أنتوا رجال بتفهموا على بعض، أنت رح تسأل قدي حقها. وأصلاً المصريات اللي بعتتهم صباح بكفوا حق الأرض وزيادة كمان.